إذا خذوا معايا صفحة 71 من الكتاب المدرسي، سورة الجمعة الجزء الأول من الآية 1 إلى 8. إذا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقد ذكر الله عز وجل مجموعة من الأوصاف العظيمة: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم، التي تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والمقصود بالأميين الذين لا كتاب لهم. وقد سبق أن تعرفنا على الكتب السماوية وهي القرآن، التوراة، الإنجيل والزبور. وهؤلاء الأميين كانوا في ضلال مبين، فبعث الله بهم أو فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه وصدقه، وأنزل عليه كتابه يحثهم فيها على الأخلاق الحميدة، ويعلمهم القرآن والسنة، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وهذا من فضل الله عز وجل. وكما ذكر الله عز وجل الأميين، ذكر أيضا أهل الكتاب الذي حملهم الله التوراة من اليهود وكذا النصارى، وأمرهم أن يتعلموها ويعملوا فيها، لكنهم حملوها ولم يعملوا بما فيها. فمثلهم مثل من؟ مثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره كتبا عظاما لكنه لا يستفيد منها، والله لا يهدي القوم الذي يستمر في عناده. لهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم على حق فتمنوا الموت. لكنهم لا يتمنونه ويفرون من الموت، وهذا دليل على كذبهم، لكن الموت حتمه الله علينا وكتبه علينا، ثم نرد يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة لينبئنا بما كنا نعمل من خير وشر.